ان السوبر المصري رجع لكم الثقه بسرعه؟ طبعا طبعا طبعا. احنا اصلا كنا كلنا الشناوي كان جمعنا بصراحه وكلنا اتكلمنا، كل شناوي قال لك بص ما حدش هيخرج من الاوضه لما كله يتكلم. يا سلام والله. قعدنا فعلا. مين اكتر واحد بيتكلم غير الشناوي؟ الشناوي، قفشه، قفشه السوليه، قفشه بروح المشجع. قفشه والسوليه ورامي كله بصراحه كابتن كله يعني في الحاجات دي كله والاوقات دي بيبقى يتكلم. وهاني ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ان شاء الله. وكان معلول طبعا. ربنا يرجعه بالسلامه. كل اللعيبه بصراحه كابتن كانت بتتكلم. فاحنا بس احنا بعد السوبر ده واحنا مجتمعين في الاوضه اللي هو قبل السوبر المصري واحنا قاعدين كله اتكلم يا كابتن وكله ايجابي، احنا مش هنروح الا لما نكون كسبانين. ده هناك في الامارات. في الامارات. وقبل ما نسافر كمان، بس احنا بنتكلم في الاخص في الامارات. يعني قبل الماتش، قبل الماتشين كمان مش الماتش، يا جماعه احنا البطوله دي قبل الماتشين سيراميكا والزمالك. احنا مش هينفع نروح الا لما نكون ان شاء الله كسبانين، لان احنا عندها اربع ايام كان ماتش العين. كان عندك بطوله ثانيه. فاحنا لازم يا جماعه نكسب. والماتش ده اللي هيديك الثقه. صحيح. بس عايزك توصف لي الانفراد اللي جالك والحاجات دي. حسين الشحات نادرا ما بيضيعها. يعني انا تفكيري انك فكر، او يعني تقييم انك فكرت تفكيرين شويه، حصل لك نوع من انواع اللي هو الانتظار شويه. والله كاتب. بص هو مصطفى هيزعل مني دلوقتي. مصطفى مين؟ شوبير. ليه؟ لان انا وشوبير كنا بنتكلم قبل الماتش. قال لي لو جات لك كده حاول تحطها في القريبه. وانا قلت له خلاص انا القرار الاولاني احطه في القريبه. ده قال لك امتى؟ قبل الماتش. واحنا نازلين خلاص بعد ما قرينا الفاتحه واحنا خلاص نازلين. والله. ده بعد التشخيص. حتى ياسر ابراهيم كان واقف جنبي وعمال يقول لي. فقال لي طب خلاص اسمع كلامه. قلت له خلاص ماشي. انا اول قرار هاخده شوبير احطه في القريب. في القريب. ده كان اول قرار انا فعلا هعمله. انا جت في الماتش عواد وهو طالع. انا قلت احطها بسرعه ايه؟ على الارض في البعيد. يعني بص وهو طالع عواد يا كابتن. بص انا بصيت عليه. خلاص وهو طالع انا قلت على الارض في البعيده جون. فده كان تفكيري. فاللي هو وحش كمان ايه حتى الله ممكن يجيبها جون. خلي بالك هي نصيبها. هي ممكن عوادي ما صدها ممكن كانت تيجي لي تاني. انا كان عندي كذا زحلقت فيها. يعني انا بص يعني انا كان بص يا كابتن هنا عواد وهو طالع. انا اصلا بصيت يعني بص اصلا القريبه دي فاضيه خالص. بس انا قلت ايه احطها في البعيده على الارض. بص هو اصلا عواد اترمى على اليمين. هو اصلا عواد اترمى اصلا. بس انا ما كنتش بصيت بقى في الثانيه دي. ما شفتش خلاص. ما شفتش بقى انا وهو طالع. انا قلت هو طالع بسرعه احطها فين؟ في البعيده في اي زاويه خلاص جون. ما راحتش في البعيده زي ما انت عايز. ما راحتش زي ما انا عايز. هي دي. هل ما ملتش في بطن رجلك زي ما انت عايز؟ لا هي ملت بس ما راحتش في الزاويه. ما راحتش في الزاويه. هي ما راحتش في الزاويه زي ما انا عايز. امام عملها لك عملها حلوه جدا. فانت لمحته بطرف عينك هنا. وهو طالع قلت احطها بسرعه في البعيده كده كده خلاص هو طالع الجون مش هيلحق يترمي. فايه؟ يعني اصلا كان عندي كذا حل. كان ممكن ارقصه. كان عندي كذا حل بالظبط. بس الحقيقه برافو على عواد. صدها يعني حلو جدا. يعني شال كورتين وميها بهدفين ما حدش يقدر يتكلم. بتاعت وسام كمان بعدها. طبعا يعني اثنين انفراد وكورتين في العارضه. كورتين في العارضه الشوط الاولاني. حسيت ان المباراه مقفله معاك؟ لا خالص. لا لا برضه كنا عارفين برضه اللي احنا مش هنروح عشان احنا تعبنا الماتش ده اكتر من ماتش السوبر. حسيتوا ان انتوا رديتوا اعتباركم بالاداء وبالنتيجه؟ طبعا يا كابتن. بس بتحبوا تكسبوا في الماتش نفسه؟ ما بتحبوش تكسبوا بضربات الترجيح؟ طبعا احنا كان نفسنا نكسب في الماتش. واديك شفت يا كابتن احنا ضيعنا كتير. الماتش ده ضيعنا كتير. الشوط الاولاني اربع فرص على الاقل. كورتين في العارضه. والشوط الثاني نفس الكلام. والثالث والرابع حتى في كور كمان جت على كذا كوره لامام يشوطها على ال 18. الكور دي لو اتعادت كذا مره جون. بالظبط. بس هي ما كانتش عايزه. انا دايما بقول لهم كره امام دي فرصه بس ما حدش بياخد باله. بالظبط الشوطه بتاعت امام دي ما فيهاش هزار يعني. لان امام بسم الله ما شاء الله رجله كمان مظبوطه. صحيح. فدي يعني لو اتعادل كذا مره لامام لا اجوان. نعم اجوان كلها. نعم.